بعد نذكر بقرار الهيئة الانتخابية البارحة أبو عسكر واللي أكدته اليوم في الحقيقة في بلاغ قالت أنه مهما كانت مهما تعللت المحكمة الإدارية فإن قرارها ثابت هو الإبقاء على ثلاثة مترشحين. ذكروا بكلمة أو جزء بكلمة السيد أبو عسكر الرجل. يلا سريعا. وبناء على كل ذلك وبعد التداول قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلنة عنها مؤخرا من طرف المحكمة الإدارية واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والتي تضم كل من المترشحين المقبولين نهائيا. أولا السيد العياشي بن عبد الحميد زمال، ثانيا السيد زهير بن محمد صالح المغزاوي، ثالثا السيد قيس بن المنصف صعيد. حضرات السيدات والسادة، لا يخفى على أحد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الدستورية الوحيدة. نعم، كان هذا جزء من كلمة السيد أبو عسكر. الواضح أنه الإبقاء على ثلاثة مترشحين، السيد قيس سعيد، السيد زهير المغزاوي، والسيد العياش الزمان، المحتفظ به 48 ساعة منذ يوم أمس. نذكر مشاهدينا أنه ضيفانا أن ضيفانا ضيفينا أو ضيفانا هما الدكتور القديدي وسي زياد الهاشمي. يتساءل كثيرون حلقة البارح والحلقة اليوم أين رجال القانون؟ في الحقيقة وقناعة لدى كثيرين لم يعد الإشكال قانوني، وإن كان كثيرون يواصلون ومصرون على مواصلة خوض المعركة القانونية، ولكن نقاش ما عادش قانوني، نقاش سياسي. وهات نلخص لكم سريعا أهم المواقف على الأقل منذ البارح لليوم. حين تلغي هيئة الانتخابات المؤسسة القضائية، واحد، هيئة الانتخابات قامت بمغالطة الرأي العام بتعلات واهية، ما قامت به هذه الهيئة هو سابقة قانونية وتاريخية وقرارها خارج عن القانون، وهو توجيه ممنهج ومنحاج وأقصائي وتأثيره مسبق على نتائج، علاوة على أنه يضرب ضرب صارخ السلطة القضائية وأحكامها. جريمة موجبة التبع الجزائي. تقريبا هذه أهم المواقف والبلاغات اللي استهجنت قرار هيئة الانتخابات المعينة بإقصاء مترشحين عبد اللطيف المكي، منذر الزنايدي، وعماد الدايمي، وبتبع أنصافهم من المحكمة الإدارية. والمواقف هذه صدرت تباعا عن جمعية القضاة التونسيين، رفقة المباركي رئيس اتحاد القضاة الإداريين، والهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، وجبهة الخلاص الوطني. هذا بالإضافة لمواقف عديدة الجمعيين. هذه مواقف تقريبا قانونية حتى نخرج سريعا من النقاش القانوني ومئة نمالة دخل وكل حفرة. دكتور القضيبي، نعم، قراءة سياسية سريعة، قرار هيئة الانتخابات، إصرارها على تكذيب أو عدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية بالرغم أنها أنارت وثبتت وقالت أرسلت في الوقت المناسب، ولكن اليوم أصدرت بلاغ ثاني قالت زي عندي ثلاثة مترشحين والعنده ريح ذري 10. من البارح لليوم اتضحت الأمور بصفة يمكن نفسرها بكل بساطة. الآن أصبحت نظام نتاع المنقلب نظام مارق. علاش؟ لسبب بسيط، وهو أن معسكر وهيئته هم متقاضون كأغلب من يقف أمام عدالة المحكمة الإدارية، يعني متقاضي عمره موقع في الدنيا أن متقاضي يناقش الحكم اللي اصدر معاه ولا ضده، يستحيل، ما فماش. يقولوا توا ولات الأمور واضحة ولينا في حكم مش الخروج على القانون بركة، الخروج حتى على المنطق وعلى الأخلاق وعلى الرؤية لمستقبل تونس. أصبحت دولة مارقة، ونهار 7 أكتوبر نوعدك، وهو الأحداث لو تصدقني كما صدقتني برشا مرات، نعم، هار 7 أكتوبر ما مش يصبح هو رئيس، نعم، تفلي رئيس وانتخبوه، نعم، هار 7 أكتوبر يصبح كما يقولوا الفرنساويين لروا إنو، حتى ورقة توت ما عندوش، لا مؤسسة بنكية عالمية تعطيه قروض، لا المؤسسات البنكية اللي في الداخل يسلفوه، لا
أحد الشركاء اللي في العالم وعندنا معهم تحالفات وعندنا معهم عقود وشراكات يمنوا به بحيث عزلة تامة، مما يجعلني أقول أن كيف التفاحة اللي دخلتها السوسة قيس سعيد مش يطيح وحده بدون مجهود، مش يطيح روحه هو. نعم السوق هذا زياد الهاشمي.